لان المشكل الكبير سي كو اون با لو طون بور بريباري لو ماتش تاع مباراه ماتش الفاصله اون با لو طون ني با اي نوت با فيفا دونك من هذا كل واحد يروح لدارو حتى تلقاو دو جور ولا تروا جور قبل الجول قبل الماتش مباراه وهذا هذا هو العائق ولكن حنا دائما دايرين ثقه في هذا المدرب ودايرين ثقه في هذا اللاعبين وحنا وراه وان شاء الله ربي يوفقوا لان هاد لي شاك هذا كما قلت قبيل كنا اللي حقوا مارك وغابيان بالك هذا صافا بوجي لي شوز باش نتأهلوا ان شاء الله لكاس العالم ان شاء الله هذا واش عقلنا ولا رضا سكو ما يشوف نفس السياق تاع 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 زهر الجدول عندك راي اخر نظن كي نديروا التقييم شوف كي نديروا التقييم تاع الفريق الوطني تاع اللاعبين الخطا الاول هو بعد ما فزنا بكاس العرب اون برانسيب سي يافي ان انكادرمون صحيح ما نخليوش اللاعبين يروحوا فهمتني على بونش تاع الجمهور وباش يروحوا واحد كل واحد شفنا الشتي شفنا بن عيادة شفنا بن ليلي شفنا هذو كان راحوا جابوا الكوفيد كي راحوا وين راحوا جابوا الكوفيد كي دخلوا القطار اونستاج لو برومي تيست اي نيتي تو موند ايتي كوفيد اكزاكتومون راحوا كان راني نقول انا نقول لان فتحنا الناس انا نظن باللي هذا الشيء هذا هو اللي جعل البريباراسيون ديجا هاد ديبي بريباراسيون كوب دافريك خلاص كومبوزيت كي تكون انت سماده وانت داخل الغرفه ومداير عن الكوفيد sans entraînement pendant 8